السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم لقاء خاص. في هذه الحلقة سنتحدث حول نتائج زيارة وفد حركة فتح من قطاع غزة إلى الضفة الغربية، واللقاء الذي جمع ما بين قيادة المركزية وكذلك السيد الرئيس محمود عباس، وكذلك أيضا الملف المهم في هذه الزيارة ملف تفريغة 2005. سنتحدث في كل هذه التفاصيل مع ضيفي هنا في الاستوديو الناطق باسم تفريغات 2005 السيد رامي أبو كرش. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا حياكم. كذلك أيضا ضيفي عبر الخط الهاتفي القيادي في حركة فتح في قطاع غزة السيد منذر الحايك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. يعني سأبدأ من ما هو لديك يعني أستاذ منذر فيما يتعلق بالزيارة الأخيرة لقيادة حركة فتح للمحافظات الشمالية و اللقاء الذي جمع بينهما مع السيد الرئيس محمود عباس. كان نتائج هذه اللقاءات حسب تصريحات خاصة لك مع وكالة سبق 24 الإخبارية أن هناك حل لملف تفريغات 2005، كذلك أيضا الهيكل التنظيمي، وأيضا إعادة النظر فيما يتعلق بالتقرير المقطوع رواتبهم بتقرير كيدية. ماذا عن ذلك؟ يعني أولا بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل المستمعين، وأود أن أوجه التحية إلى جماهير شعبنا الفلسطيني في ذكرى الانطلاقة الفتحاوية 57، وتوجه كذلك بالتحية والتحنة إلى إخواننا المسيحيين بالميلاد الجديد 2022. لقد زار وفد من حركة فتح وهم الأخ أحمد هلس وأمناء سبل الأقاليم والمكاتب الحركية والهيئة القيادية، وهذا يعتبر وفد رفيع المستوى إلى الضفة الغربية، هي الرئة الثانية للوطن. نعم. التقى الوفد مع كل أعضاء اللجنة المركزية ومع الرئيس أبو مازن، وكانت الزيارة هي زيارة تنظيمية بحتة. نعم. لكن آثر الوفد أن تكون هناك ملفات تتعلق بالهموم في قطاع غزة، وهو أو هي 18 نقطة أو ملفا على رأسهم تفريغات 2005 والتقاعد المالي والتقاعد العسكري القصري وكذلك الهيكل التنظيمي والحقوق وراتب شهر مارس 2018 إلى آخر هذه البنود. نعم. المهم كان في هذه الزيارة أن تكون هناك إنجازات تعود إلى قطاع غزة، وأنتم تعلمون أن لا يوجد سلطة وطنية فلسطينية في قطاع غزة، لكن يوجد هناك حركة فتح، وفتح تتحمل هم الناس وهي قائدة المشروع الوطني، ولذلك كان على الوفد أن يحمل هذه الهموم ويتحدث مباشرة للرئيس. ما أود أن أقوله الآن أننا نحن لسنا جهة تنفيذية، بل نحن جهة مطلبية نريد أن نحقق لشعبنا الأمن والأمان الوظيفي في قطاع غزة. جميل. الآن عندما تحدثت بالأمس قلت أن في كتاب من الرئيس أنا رأيته بأم عيني من 6 شهور، وليس كتابا جديدا، وهذا يجب أن يكون واضحا. جميل. ما تم الاتفاق عليه في الليلة الأخيرة مع الأخ أحمد هلس أبو ماهر وهو المفوض العام للتنظيم إلى جانب إخوتنا في الوفد، أنه تم الاتفاق والوعد القطعي على أن يتم إضافة تفريغات 2005 إلى المؤسسة العسكرية، بمعنى جندي زائد تأمين صحي. الآن أريد أن أقول لكل أبنائنا في 2005 وهم من دافعوا عن الشرعية، ونحن مع حقوقهم قلبا وقالبا، وصرحنا قبل ذلك عشرات المرات. جميل. ما يهم حركة فتح الآن هو الأمان الوظيفي لابن 2005، لأنه الآن لو سألت أي شخص من 2005 قلت له أنت جندي ولا شؤون اجتماعية ولا مكرمة رئيس، ما حد بيعرف شو الصفة اللي بتقاده من خلالها الراتب. نعم. ولذلك كان يهم الوفد وبهمنا احنا في فتح اولا يكون في هناك ضمان اجتماعي، ضمان صحي، وكذلك امان وظيفي. الان الامان الوظيفي لو توفى احدهم لا سمح الله، الان ما حدش بيعرف وين بده يقاد راتب او هل له راتب تقاعد او لا. ولذلك تحدثنا في هذا الموضوع بصراحة بالامس اننا مهم جدا ان في فتح أن نثبت 2005 على جنود، بعد ذلك تأتي باقي الحقوق، تاريخ الأخذ، فرق الرتبة إلى آخر من الشباب اللي بطرحوه، لكن المهم الآن أن يتم اعتمادهم. إحنا في فتح أخذنا وعد قاطع من رئيس الوزراء أن تبدأ إضافتهم في فبراير شهر 2 العام القادم على أن يتقاضى راتب جندي في أول مارس. تمام. الآن الكل بيقول لك هناك وعودات، إحنا في فتح هذا هو جهدنا على الحكومة، وهذه مطالبة منا على الحكومة أن تنفذ ما تم الاتفاق عليه. نعم. الأمر الثاني هو هناك قضايا كثيرة،
وهناك جميل, جميل. لكن عذرا على المقاطعة, نحن نتحدث هنا بالتحديد على وجه الخصوص في الملف المهم على الساحة الفلسطينية, وهو ملف تفريغة 2005, وأنت تحدثت مرارا وتكرارا أنهم يعني ممن وقفوا يعني ودافعوا عن الشرعية الفلسطينية. جميل. طيب تنفيذ هذا القرار اللي أنت بتتحدث عنه وسيكون في بداية من شهر يعني فبراير من العام الجديد رسميا هذا الأمر؟ صحيح. نعم. طيب هذا الوعد اللي أخذناه من الإخوة في الحكومة. جميل. فيما يتعلق بتاريخ الأخذ, هل سيكون يعني منذ تعيينهم؟ لأنه حقيقة وأنا معي هنا الآن سأترك المجال له السيد رامي أبو كرشة, سيتحدث لك أن هؤلاء الموظفين يعني معتمدين, هم بالأصل هم فرغوا على قوى الأمن الفلسطيني في هذا الجانب, فهل سيكون تاريخ الأخذ لربما إشكالية في ذلك أم أنه الأمر يعني محسوم في هذا الجانب؟ إحنا شو إحنا حكينا كل ما لدينا ومن معلومات طلب منا الحديث فيها. الآن قلت لك تاريخ الأخذ, تاريخ الرتبة, متى سوف يتم الاعتماد برتبهم او فارق المال او ما اي مطلب بيحكوا فيه اخواننا في 2005, احنا ليس عندنا اي معلومه بهذا الخصوص. ما يهمنا كما قلت, ما يهم حركه فتح الان هو تفريطهم على جنود المؤسسه الامنيه حتى يكون في هناك عندهم امان وظيفي. تمام. هو ما كل ما لدينا. جميل. ابقى معي الان, خلينا نشوف احنا يعني رد خوتنا في 2005 على هذا الجانب. تفضل سيد رامي في هذا الإطار يعني تعليق على البداية. الله يعطيك العافية أخونا منذر, وأولا أنا بجوز بدي أقدم الشكر للأخوة في الوفد حركة فتح الذي ذهب إلى رام الله يحمل هموم أبناء حركة فتح في قطاع غزة وهموم أبناء شعبنا الفلسطيني من موظفين ومن غيرهم من القضايا العالقة والتي تعاني منها شريحة واسعة من أبنائنا في المحافظات الجنوبية منذ 15 عام. جميل. لكن قضية تفريغات 2005 أخي منذر, أولا لم تكن في يوم من الأيام هي مشكلة أننا موظفين أو غير موظفين. حسب القانون والأصول نحن موظفين رسميين, موظفي تفريغات عام 2005, الكل يشهد بأنهم أكثر الناس الذين دافعوا عن الشرف العسكري في معركة الدفاع عن الشرعية, ومنهم سقط الشهداء والجرحى, وبالتالي لا يجوز أن نتحدث في إشكالية أنهم موظفين أو غير موظفين, لأنه الاستناد لهذا الموضوع هو استناد لجانب قانوني, والكل يعلم بأن هؤلاء وقع عليهم ظلم كبير, وأن الإجراءات التي أخذت بحقهم هي إجراءات تعسفية وغير قانونية. فبالتالي لا يجوز بعد 16 عام من الصبر والالتزام والانضباط والمعاناة أن نخرج هذه القضية من جوهرها, وأن نتحدث في تاريخ تفريغ جديد, وهذا يسمى جريمة مضافة إلى هذه القضية بعد 16 عام. لأنه المسألة ليست لها علاقة فقط في موضوع الراتب والرتبة وسنوات الخدمة بقدر ما هي ضمان لهؤلاء الشباب. أولا لأنه يعني عمليا يجب أن يتم الاعتراف بأن هؤلاء لهم حقوق قانونية حسب قانون قوى الأمن رقم 8 العام 2005, وعلى الحكومة أن تتراجع عن الرواية التضليلية التي مارستها الحكومات المتعاقبة ضد 15 عام, والتي كانت تريد من خلالها أن تصور بأن هؤلاء الموظفين أرادوا الالتحاق بالأجهزة الأمنية, وهذا الأمر غير مقبول وغير صحيح. وأنت تعلم جيدا أخ منذر, وأنت أحد الضباط في جهاز حرس الرئيس, وهناك الكثير من تفريغات 2005 في جهاز حرس الرئيس الذين كانوا يعملون معك في داخل هذا الجهاز, وأنت تعلم ماذا قدم جهاز حرس الرئيس من تفريغات 2005 شهداء في معركة الدفاع عن الشرعية. فبالتالي موضوع قضية تفريغات 2005 يعني بعد 16 عام, إذا بدنا نتحدث عن موضوع إنه إحنا نبحث عن تثبيت بتاريخ جديد في سنة 2022 ونقعد كمان 15 سنة نحكي في موضوع الرتب والمستحقات المالية المتراكمة وإلى آخره, فبالتالي هذا ليس حل. الحل هو أن تتم الاعتراف من قبل الحكومة بأن هؤلاء موظفين رسميين, والاعتراف عمليا في قرار محكمة العدل العليا الذي أخذ بحق موظفي تفريغات 2005 في شهر 4 الفائت بأنهم موظفين رسميين, وهذا قرار قضائي أخذ من قبل محكمة إدارية بناء على المستندات والأوراق الرسمية التي أثبتت بالقانون بأن هؤلاء موظفين رسميين. القاعدة التي يجب أن ننطلق عليها إنهاء هذه القضايا الخصومية بيننا وبين الحكومة, يجب أن ننطلق من قاعدة احترام القانون واحترام القوانين الخاصة بقوى الأمن الفلسطيني, والتي يعني تندرج وتسري على موظفي تفريغات 2005. فأنا أعتقد بأن الحديث عن موضوع تثبيت بتاريخ جديد, نحن نقول بأننا بهذا الأمر
بالعكس احنا له تداعيات خطيره جدا. لكن هو ما حكى عن موضوع تثبيت التاريخ الجديد، يعني حتى الان هم الامر مش واضح لديهم بهذا الجانب. هو بحكي لك الان انه نحصل على تثبيت بهذا الجانب، بعد هيك احنا نشوف انه تاريخ جديد بهذا الاطار. الموضوع ليس موضوع تثبيت في موضوع قضيه 2005، الكل يعلم بان موظفي 2005 موظفين رسميين في الاجهزه الامنيه. الموضوع هو اعتراف الحكومه وتراجعها عن القرار الجائر الذي اخذ بحق موظفي تفريغات 2005 والاعتراف بحقوقهم القانونيه التي ينص عليها القانون. تمام. طب لكن ماذا تقول فيما يتعلق بالمعلومات اللي ذكرنا اياها السيد مندر فيما يخص تثبيت بشكل رسمي في شهر فبراير من العام الجديد؟ أنا بعتقد بأنه يعني نتمنى أن يكون هناك في الفعل تنفيذ والتزام من قبل الحكومة الفلسطينية بهذا القرار، وأعتقد بأنه هذا القرار هو أخذ قبل عام عندما كنا موجودين في خيمة الاعتصام في ساحة السرايا، وللأسف الشديد لم تقم الحكومة بتنفيذه، وهذا ليس أول وعد تلتزم فيه حكومات ولم يتم الالتزام بتنفيذه نهائيا. هناك على مدار 15 عام أكثر من عشرات الوعودات والقرارات التي أخذت ولكن لم تنفذ. هذا السؤال سنوجهه إلى الآن، ما هي الضمانات؟ تمام، يعني بالتأكيد معلش عذرا على المقاطعة، يعني أستاذ منذر فيما يتعلق بالضمانات وإمكانية تطبيق فعلي لهذا القرار، يعني ما هي الضمانات اللي حصلتم عليها أو كيف تتابعون هذا الجانب؟ يعني أولا مرة ثانية بدي أكرر، إحنا ما حددنا تاريخ الأخذ أو الحقوق لباقي الملفات بما فيها 2005، إحنا تحدثنا عن ضمان وظيفي يتم اعتمادهم جنود، بعد ذلك نتكلم بالتفاصيل. جميل. هذا هو أهم هذا أولا، ثانيا الضمانات هو بحكي صحيح أكون أرى، قبل هيك كان فوضات، الآن إحنا قلنا أخذنا وعد قاطع من رئيس الوزراء ومن إخواننا في اللجنة المركزية، ننتظر حتى شهر فبراير لنرى. إن لم يكن هناك تنفيذ سيكون موقف للقيادة الفتحوية في قطاع غزة وستكون لها كلمة حينها، لكن أنا أقول الآن هناك وعد قاطع علينا أن ننتظر ومن ثم تكون لنا كلمة أخرى. نعم أسمعك جيدا تفضل. لا أنا جابت هيك، يعني هي الإجابة اللي عندي. شوف طب. إحنا يا أخي محمد وأخونا رامي إحنا ننقل ما صار في الاجتماع وننقل الوعد بكل أمانة بكل صدق، التفاصيل قد يكون في نقطة تفاصيل لا يسمح لنا بالنشر أو الحديث عنها، لكن المهم أنا أريد أن أقوله بشكل واضح، مهمتنا في حركة فتح أن ننقل الهم الوطني والهم الوظيفي وهم الناس في قطاع غزة إلى القيادة في الضفة الغربية. نحن سمعنا الكثير هنا، نحن سمعنا عن الضائقة المالية، لكن سمعنا كذلك عن الانفراجة الأوروبية في شهر فبراير. صحيح. وسمعنا عن بعض القضايا التي تخص قطاع غزة وسيكون لها حلول. الآن هذا كله مرتبط كمان بصراحة نتكلم عبر الإعلام بالانقسام الموجود في قطاع غزة، ويجب كمان ما نبعد عن موضوع الانقسام اللي هو إحنا دائما قلنا عنه إنه مدفوع الأجل، وسبب كل هذه القضايا من الهجرة ل 2005 للتقاعد المالي، كل هذه القضايا سببها الانقسام وعدم تمكن الحكومة بالقيام بواجباتها في قطاع غزة. طيب. لأنه الآن أنت تتكلم عن سلطة غائبة عن قطاع غزة، ولكن هي تدفع الصحة والتعليم والرواتب والشؤون الاجتماعية وإلى آخره. الآن هي دعوتنا دعوة واضحة. طيب. ما المانع أن تأتي السلطة إلى قطاع غزة وأن يعني تمارس صلاحياتها؟ وأعتقد قبل ذلك يعني بالتأكيد هذا ليس حديث إنما حديث بعض القيادات أن الحكومة وصلت إلى قطاع غزة ومارست عملها، ما المانع؟ هل هناك جهة تمنع وصول الحكومة والوزراء إلى قطاع غزة؟ الحكومة عندما جاءت إلى قطاع غزة جاءت بالشكل الصوري والشكلي، لم تتمكن أو لم يتمكن الوزراء من القيام بواجباتهم في قطاع غزة عبر وزاراتهم، هذا ما حدث وأنتم تعلمون، ونحن قلنا في اتفاق أكتوبر 2017 يجب تمكين الحكومة للقيام بواجباتها. تمام. الآن لماذا هناك سلطة المياه على سبيل المثال يأتي الوزير ويقوم بواجباته، لماذا لم تقوم مثلا وزيرة الصحة أو التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو أي وزارة من الوزارات، ولماذا لم تحل البند الثالث من اتفاق 2017 له علاقة بدمج الأجهزة الأمنية؟ طيب تمام، احنا يعني معلش عذرا على المقاطعة، لكن نحن نقول وبكل وضوح أن الخطوة الأولى في موضوع الانقسام يأتي من عند حماس وليس من عند فتح. جميل، احنا بالتأكيد احنا بنتمنى أنه يتم إنهاء هذا الأمر بصراحة، يعني لأنه ملف عائق ويعني أثر على جميع مفاصل الحياة، لكن احنا بصدد الحديث في ملف تفريغات 2005 بالتحديد، يعني انت تتحدث انه هناك وعودات ويعني اثنيت على كلام السيد رامي ابو كرش بهذا الجانب وانتم ستتابعون سيكون لكم موقف، لكن هل فعليا لمستم جدية بامكانية تطبيق هذا القرار؟
بالتأكيد لمسنا جدية وهناك وعد قاطع، وكان شاهد على ذلك أعضاء من اللجنة المركزية بحضور رئيس الوزراء، وكان الوعد قاطع للأخ أبو ماهر، وهذا الأمر بالنسبة لنا أخذناه بمحمل الجد، ولذلك خرجنا للإعلام وتحدثنا به. جميل، يعني نشوف رد السيد رامي على هذا الجانب، تفضل. يعني أنا بعتقد بأنه آن الأوان أن تتوقف الحكومات من تنفيذ سياسة التمييز الجغرافي بحق المحافظات الجنوبية، وأن يتم التعامل مع تفريغات عام 2005 الموجودين في المحافظات الجنوبية كما يتم التعامل مع تفريغات 2005 الموجودين في الضفة الفلسطينية، وأن يتم مساواة هؤلاء الشباب وهؤلاء الموظفين الرسميين بقوة القانون بإخوتهم في المحافظات الشمالية سواء على مستوى 2005 أو غير 2005، سواء تقاعد مالي، تقاعد قصري، الموظفين بنسب رواتبهم، بترقياتهم، برتبهم، بترقيات المستحقة لهم سنويا. يعني هذه المسألة الرئيسية التي يجب أن يتم التوقف عندها ألف مرة، وأن تتمترس خلفها قيادة الحركة في قطاع غزة بصفتها هي التي تتحمل مسؤولية اليوم وتقوم بدور السلطة والحركة في المحافظات الشمالية منذ 15 عام. بالتالي آن الأوان أن يتم التعامل مع القضايا الحقوقية والوظيفية بطريقة صحيحة وجادة 100%، وأن لا نتعامل بسياسة العلاج المكثف على دورات. تحدث عن قضية 2005، المفترض بأنه على الحكومة الفلسطينية كيف تتعامل مع موظف 2005 موجود في المحافظة الشمالية، تعامل مع موظف 2005 موجود في قطاع غزة. هذا هو المطلوب، واحترام القانون الفلسطيني الأساسي واحترام قانون قوى الأمن، وأن لا يتم التعامل مع القضايا من نواحي تسكينية. احنا اليوم 16 سنه قضيه 2005، وكل الدنيا بتعرف انه هدول موظفين رسميين، وما في اثنين بيختلفوا انه هدول موظفين رسميين. فبالتالي اليوم احنا ما بنستجدي الحقوق استجداء لا من الحكومه ولا من غير الحكومه، احنا اولاد هذه السلطه ودفعنا ثمن في هذه السلطه، جينا باجراءات قانونيه. المطلوب من الحكومه ان تعترف بالحق القانوني، وان لا يتم التباطؤ بانهاء هذا الموضوع، وان يتم خلق الحجج والوهميه التي ليس لها اي وجود اصلا، وأن يتم الاعتراف بحقوق هؤلاء الشباب كاملة غير منقوصة. اليوم نتحدث عن مال، إذا بتتحدث الحكومة عن هذه المالية تفضل يعترف بحقوق الناس هاي من تاريخ أخذهم بكامل حقوقهم الإدارية وماليا عندما تنتهي الأزمة المالية. إحنا في شأننا إشكالية نحكي في هذه التفاصيل. جميل. لكن الأصل أن يتم ضمان حقوق هؤلاء الإخوة من تاريخ أخذهم، عدم تضييع سنوات خدمتهم 16 سنة وصبرهم والتزامهم مع هذا السلطة، لأنه عمليا الحكومة الفلسطينية حكمت على هؤلاء الموظفين لمدة 16 سنة أنهم موظفين مع وقف التنفيذ. جميل، احنا نتحدث عن التاريخ لربما في حلقات أخرى، لأنه يبدو الأمور حتى الآن بهذا الجانب بالتحديد مش واضحة، لكن يعني حقيقة ما نقدرش ننكر الدور اللي قام فيه اللي هو وفد حركة فتح حاليا في هذا الجانب. وأنتم كيف تقيمون هذه الخطوات أو كيف تقيمون هذا الدور بالتحديد؟ يعني عمليا أنا بعتبر بأنه هذا الموقف حتى وإن جاء متأخرا هو يعني كان موقف يجب أن يؤخذ من قبل لجان قيادية سابقة طيلة السنوات السابقة، ولكن أن تأتي متأخرة أفضل من أن لا تأتي. يعني عمليا الوجه الذي عبر عنه الوفد الفتحاوي من قطاع غزة الذي ذهب إلى رام الله في هذا الزيارة الأخيرة وحمل فعلا هم من الحركة وحقوق أبناء الحركة في قطاع غزة كان موقف مشرف، حتى وإن لم يأتي في نتائج. النتيجة بأنه إحنا اليوم وضعنا القطار على السكة الصحيحة، بأنه يجب أن يتم الوقوف عند مسؤولياتنا تجاه أبناء شعبنا. نعم. فبالتالي قيادة الحركة تحملت الكثير. يعني أنا بعتبر المؤتمر السابق كان أسوأ شيء جاء على 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 قطاع غزة، التقاعد المالي، الخصومات، التقاعد القصري، الخصم في الرواتب، نسب صرف الرواتب. كانت سنة 2021 بصراحة أو من بداية حكومة الدكتور محمد الشتيلي تفاءلنا فيها خيرا أنه ممكن تحلح القضايا، على العكس جاءت وصنعت قضايا جديدة. فبالتالي إحنا مطلوب منا اليوم أن نتكاتف جميعا لإنهاء هذه القضايا التي بالفعل تكون عبء كبير وثقيل جدا على كهل الحركة في قطاع غزة. نعم، جميل، حقيقة هذا ما نأمله. يعني أخيرا سيد منذر، ما هي رسالتكم إلى أبناء حركة فتح في قطاع غزة، وعلى وجه الخصوص وهذا عنوان حلقتنا اليوم ملف تفريغات 2005؟ يعني بس للتنويه، المؤتمر السابق أخيرا هو لم يكن سيئا، هي حالة ديمقراطية أفرزت لنا قيادة واستمرت هذه القيادة. جميل جميل. ما يعنيه هو الوضع التنظيمي وليس الوضع الحكومي. نعم. ساردنا لكل أبناء حركة فتح ولكل أهلنا في قطاع غزة أن حركة فتح ماضية،
في إنجاز المشروع الوطني في الحرية والاستقلال وقامة الدولة الفلسطينية، وخاصة ونحن على أعتاب الانطلاق 57 ونواجه الاحتلال في غرقة وفي نابلس وفي القدس وفي البوابات الإلكترونية. كما انتصرنا سوف ننتصر في الصلاة الصامتة إن شاء الله. أما للحقوق نقول لهم أنا لا يمكن أن نتخلى عن أبنائنا، لأن نحن جزء من هذه المشكلة كمان. إحنا نفسنا تعرضنا للخصومات وتعرضنا، وإخواننا تعرضوا في 2005، ويعني هناك ظروف صعبة في قطاع غزة ويجب أن تحل، والسلطة الوطنية هي مسؤولة إن كانت في غزة أو لم تكن في غزة، لأنه هي غزة أساس المشروع الوطني وهي أساس الدولة. والرئيس أبو مازن قال لوفد الحركة أن لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة، وهذا هو الشعار الذي يجب أن نرفعه ونتمسك به. نعم. أن غزة هي جزء من المشروع الوطني وهي جزء من الدولة الفلسطينية العتيدة اللي احنا بنقاتل عشان نحقق هذا الحلم ونقيم دولتنا على حدود الرابع من حزيران. نعم. أقول لكل إن في قطاع غزة فتح معكم لن تخذلكم، وسوف تبقى معكم حتى أن تحل كافة القضايا اللي واجهت كل إنسان فتحاوي وموظف غير فتحاوي في قطاع غزة. نعم، جميل هذا النفس الطيب. أيضا ما هي رسالتكم سيد رامي أبو كرش إلى وفد قيادة حركة فتح وقيادة وأيضا السيد الرئيس والحكومة الفلسطينية بشأن ذلك؟ يعني بداية نحن ندعم بكل قوة الموقف الذي أخذته حركة فتح وقيادة الحركة، ونقول يجب أن نكون جميعنا متمترسين خلف هذه المطالب المحقة والقانونية والتي من شأنها أن تستنهض الحركة وأن تخفف أعباء كبيرة جدا عن أبناء وكوادر الحركة الذين بشكل مباشر يتضرروا من هذه الإجراءات وهذه القرارات الغير قانونية. ونحن نقول بأننا أمام قيادة الحركة في حال لم يكون هناك التزام بالتنفيذ أن يكون هناك إجراءات ومواقف جماعية ضد التهميش وإدارة الظهر للحقوق القانونية والمحقة التي يجب أن يتم إنهاءها مرة وللأبد، وأن تتفرغ قيادة الحركة وكوادر الحركة للهم الأكبر وهو المشروع الوطني الفلسطيني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف، ومقارعة هذا الاحتلال والسير في اتجاه أن نحقق حلم الزعيم الراحل ياسر عرفات أبو عمار بإقامة هذه الدولة العتيدة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، وأن يكون هناك يعني مشاريع وطنية أن يتم عدم استنزاف هذه الطاقات إلا في خلال بوتقة الدفاع عن القضايا الوطنية المحقة في وطننا الفلسطيني، وأن نجمع شمل وشتات هذه الحركة من خلال تخفيف من معاناة أبنائنا الذين وقع عليهم ظلم كبير من القريب ومن البعيد، من الخصم ومن الصديق في المحافظات الجنوبية لمدة 15 سنة نتيجة الانقسام، نتيجة الخصوم السياسية، نتيجة كل هذه المعادلات والمزيج السياسي والاجتماعي والاقتصاد الصعب اللي بمر فيه أهلنا في المحافظات الجنوبية. نعم، بالتأكيد يعني حقيقة هذا ما نأمله، أن يكون هناك لربما التزام بهذه القرارات والتنفيس عن المواطنين، وخاصة ملف تفريغات 2005 اللي يعني حقيقة يعني منذ ما يزيد عن 15 عاما حتى هذه اللحظة يعاني هذه الفئة بشكل كبير، عدم معرفتهم أنهم مثبتون أو لا، أيضا فيما يتعلق بحقوقهم المالية وأيضا الحقوق تتعلق بالصحية وأيضا إلى آخره في هذا الجانب. لكن أيضا نحن من هنا نوجه التحية لكم جميعا لأبناء تفريغة 2005 على صمودكم على هذه الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية على مدار عدة سنوات. بالتأكيد في نهاية هذا اللقاء أشكرك جزيلا المتحدث باسم تفريغة 2005 في قطاع غزة سيد رامي أبو كرش، كنت معنا الحديث عن هذا الجانب. أيضا الشكر موصول لك القيادي في حركة فتح منذر الحي، كنت معنا مباشرة عبر الخط الهاتفي لمناقشة ما هي تفاصيل اجتماعات وفد حركة فتح الذي زار رام الله والتقى بالسيد الرئيس وكذلك عدد من قيادات الحركة في المحافظات الشمالية. أيضا الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، لقنا يتجدد إلى ذلك الوقت، دمتم في أمان الله.